السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وفعل زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولأنه فيكم بسعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022. ونبدأ. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم، سعر الدولار من بعض البنوك المصرية على النحو التالي: الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سجل 18.71 جنيه شراء، 18.77 جنيه البيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل نحو 18.71 جنيه شراء، 18.77 جنيه البيع. أما بالنسبة للبنك التجاري الدولي فقد سجل سعر الدولار 18.73 جنيه شراء، 18.79 جنيه البيع. وبالنسبة لبنك أبو ظبي الإسلامي فقد سجل الدولار 18.74 جنيه شراء، 18.79 جنيه للبيع. أما في البنك المركزي المصري فقد سجل الدولار نحو 18.70 جنيه شراء، 18.78 جنيه للبيع. والفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركة الصرف بيع العملات به للعملاء. أما بالنسبة لسعر الشراء فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركة الصرف بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا برايك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.